السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور. أقولكم شو ثلاثة يا بالعيال ثلاثة وين أبوي القطار ينهن ويلطم الاثنين وازم واحد روح ورمة غرب الله تلقطه وقطب واحد عود عتوي من هالعتاوي الكبار عتوي والله يا أبوكم راسه كبر الطابوقة راسه ويديه هاي ضبوع يديه ضبوع يديه كل واحدة كبر هاي الباسكو هي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صباح الورد والبرجس والياسمين، صباح الرضا والعافية. غرب الله والله ولا تروع ولا شيات. صباح الخير. شو طحين هذا عادي ولا بر؟ مال بر قول لي. يا سلام. তোমার মায়া লাগবে আমার চেহারার দিকে দেখলে, তুমি চক্ষু বাঁধো আমার পা বাঁধো যদি আমার বেয়া দবি হয়, কারণ আল্লাহ হুকুম মান্য করতে তুমি যেমন রাজি আমিও রাজি। فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ أَبَّا আপনি যা স্বপ্ন দেখছেন কাজ করে ফেলে আমার وين ما تبلغ وفجة لازم الله بي وفجة وهو من يصبح ليل يمسي بويه كلام الرحمن فدني الحمد لله رب العالمين. زاد لا يجعد مهما يتم الغراءات ما حد يروم شله سنين يوم يا حرامي انه ما يعرف يغسل يديه صغير وعلمنا ابوي كل شيء كل خدمته في الدنيا العوده. الحين هذا الرقاق اللي تشوفونه الرقاق يسمونه بديل اللبناني. شو حينه نحط القرص على الضوء نحط القرص على الضوء دقيقتين ما ياخذ ها ويازل ما بيابس يتفتت ها هذا بديل اللبناني. بدل ما تاكل خبز لبناني عندك هذا هذا بديل اللبناني هالنمونه شو ما شاء الله قرص حمر بطنه وظهره لحد يقول ابوي يطري قفاز بغفاز راح يتهندقون بلاها هدى ما تخدم بالقفاز ما يخص أبوي. نحن هاي العيال ونحن أبوي اللي يخدم اللي نحن نجزم خدمة الغفاز واللي يحيد عمره يخدم في بيت غفاز لا يندب لنا من خدمته. اي نعم نحن نجز أبوي من الغفاز وحتى من اللي يستعملون الغفاز. الله أكبر اللي يسرط الهيب ويغصب الإبرة ودرته نحين كل شيء عينكم بس على القدرت كل شيء وعينكم بس إلا على القفاز. الله أكبر الله يرحم المخاخيط والسناسي رب الله وين تبن العافية تيكم والصحة. هذا قفاز وهذا كخ وهذا تف وهذا ما أدري شو وهذا ما أدري شو. على فكرة هالي أدلي دور مدار التاوة هذا لازم هنمون دور مدار المخبزي هذيهم يخبزون العرب هنمون لازم هذا لازم بيقول بلا بص دور ما دار مخبزكم هي ترى ينظفون يخبزون يشيلون اللي تشس اللي دردر هذا شلوا عقوا
فلذلك هذا الخبز يسمونه بديل، بديل اللبناني هالنمونة. وعد لازم يتلحف، لازم يحطون عليه الطاولة الأشياء، لازم لين طول الوقت، يومين ثلاثة طحينته ما في غير الملحة، غير الملحة. من تحف يحف القرص قشوه حطوه واحد ورا الثاني. كم قوطي اليوم سوين؟ نسوي 2.5 حق الرقاق الحاف. بعد نسوي 3 قوطي. بسوون 3. شو بتسوونهن؟ مهاوة ودهن. هي. وعندنا نسوي جيبون وبيت. هي. ومهاوة. هي. يعني نسوي بيت ومهاوة. لا نسيت انت. نسيت؟ شوف نمونة وحدة مهياوة ويا دهنة. ايوه دهنة مشاوة. ايوه نمونة وحدة. والنمونة الثانية بيض ودهن ومشاوة. أيوة. والنمونة الثالثة بيض وجبن ودهن ومشاوة. ايوه صح. ايه كان هاك الخبز عادة العينة تكون تختلف عن هذه شوية أسوى ويتحفف القرص يحففونه أكثر للخدمة هاي اللي ينحط عليها أشياء إن شاء الله. يارك الله يارك الله يا حفيظ. لا عسمة يمناك حفيظ. اسم شو اسم بابا؟ محمد عبد الرحيم. أوه ما شاء الله عليك. كم بيبي كم لركي كم لركا كلش عيال؟ حمال انا؟ لا انت. انا 2 بنت. بنات ثنتين ها؟ ما في ولد؟ لا ما في. سبحان الله. شو سميتن اسم؟ هذا كبير في اسمه جميلة. صغير اسمه جيرين. جرين؟ جيرين. جيرند. جيرين. شو يعني جيرند؟ يعني شو ركبه كبير جميله وصغيره يعني جرند. هي لك شو يعني جرند؟ شو يعني مينينج؟ جميله يعني بيوتيفل. زين وهذاك في ثاني اسم بس انا ما اعرف شو يعني سحبوا يعني القرص قاس الودانة. لا شو اسم بناتك وش اسم خواتك وش اسم ما شيء شغله. ناس تصبح لا اله الا الله ونصبح لا ويغسلهم وده الفقاره الا شو منو ابوك ومنو امك شو انت بتناسبهم انت زي كله اقول له مع تعارف. كم سنه يعني تشتغل؟ انا؟ اي 9 سنه خلاص 10 يمشي. تيجي كم عمرك؟ يجي 24 الحين 34. ايوه ويل 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 الوقت. انت يوم انت تعرف تسوي شغل؟ لا بدي ما في معلومات. واحد نمونه ما تعرف؟ لا الحين كل نمونه تعرف ان شاء الله. ايه الحمد لله. ايه حبيك نفرات من داخل تليفون يقول لك تعب اعطيك معاش زياده تصير عندهم يا ويلك. ايه تخبر ابوك بابا ما يسوي زعلان يروح انت مني بابا؟ ايه انت بابا مالك. ايوه اذا انت روح مني ولا مني ما في زعلان؟ يجي زعلان مشان بابا ما انا اقول انت كم سنه شغل هني. ايه انا هو ان انت شو اسمه هي. بابا خالد قول انت ما في روح مني مشان هو صايف كل شيء تعليم صار لازم في احترام. ايه فلوس ان شاء الله هو في فكر يعني في شغل ولا ما في شغل هذا غير بس انت يصير زين فلوس ما في مشكله. الحمد لله. سلاري ما في مشكلة إن شاء الله. سلاري ما في خربلات بعد شيء سلاري أكثر عن شيء. أنت لط إيه؟ أنت طباخ أنت ما في إنجينير. إيه. كم تبى بعد سلاري؟ إن شاء الله خلاني أفتح وياها السالفة. لا هو يقول فلوس معاش. ها؟ آه؟ ما في فكرة معاش ولا شيء. إيه. لكن معاش ما نتزين الحمد لله. إيه. لا تقول لكن معاش. لكن معاش زين صح؟ إيه. إيه. الحمد لله لما عاش والله عن معاش اكثر عن معاش طباخين عند الواد من غير اللي يقبض اكثر عن طباخين ثلاثه بعد اكثر عن ثلاث طبابيخ معاش لكن ابوي
ابدا بس اطه الامر في الليل عن الريجات لو تبغي 10 نمونات بيخدمهن، والغداء لو بتقول تبغي 5-6 نمونات، بتبى 4 ذباح، تبى الفريد البرياني المجبوس المشخول، بكل ما يخطر في بالك يخدمه ما شاء الله عليه. إيه متعلم وهاوي وكل شيء يبى تحت يديه. حد من العرب يقول والله كيف يعني يربون يخدمون؟ هي خدم يوم تتعامله بالطيب وبالضحك والأناسة رب العالمين يصخر ويخدم كل شيء. وعلى الضرة كود له أبوي عطب خارمة تنوز من كل ما تشتهي النفس، بيخدم لك اللي تباه اللي تباه، بتصبح الصبح موجود. نما بتيلس تقايس عليه وتبى الخدمة، لا لي عندها أبوي البخاخير مقفلتنهن، وتحاسب أبوي على البيزة، النيدو مكفول عليه، الحليب مكفول عليه، الطحين مكفول عليه، الشكر مكفول عليه، كل شيء مقفل عليه، وياخذون أبوي بقياس من في الليلتي وتقايس لهم وتعطيهم. لازم بتظهر خدمة أبوي ما بعد لي لا شيء، وكل شيء من مدوني ما شيء من الطيب، لازم بتظهر خدمة عادية يعني، بتظهر الخدمة زينة يوم كل شيء تحت يديهم، كل شيء تحت يديهم. صح كلامي؟ أنا شو يقول؟ تعرف أنا شو يقول؟ الحين أقول لك يوم بتبتدي تخبز هذا الخبز مشاوى زقرني زين؟ شكرا. Good morning راشد، صباح الخير. How are you? Fine بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم. يفتقر للوز، ما كنت حطيت لوز، وكل حد حاشر مني، كل حد عنده لوز الا انت. كل حد قلت له ما في احط لوز تظهر وحده مبزينه ولا شيء، قال لا بنعطيك لوز رقم واحد، لوز من لوز الابيض اللي من داخله حمر، خاري ابيض ومن داخل حمر، قلنا ثم زين. وهو زرعنا هني شو ما شاء الله حينه متمكنه، كان ضروري اللي بيزرع اللوز، اللي بيزرع اللوز طالت عماركم لازم اللوز تسير فوق يخلونها، وهي تسير ها، وهي تسير وهي تسير وهي تسير وهي تسير، في كل ما سارت طلعت فنون، هي طلع فنونها اللي تشوفونها هاي تشلونها، هاي تشلن. ليش؟ لان هاي اللي يخلونها تعرض وهي صغيرة، من تعرض وهي صغيرة خلاص تازم لغصون يمين ويسار. الحين انتو كل من قصيتوا هايل اللي في الأطراف، كل من قصيتوهن كل من سارت فوق، وهي تسير هي تسير لين تغدي طول الريال بودي ودي ونص، وخلاف عاد تخلونها تفرع، تازم تفرع لأنها وهي صغيرة تفرع خلاص تسير قوتها في وهي تحت تغدي غليظة تحت، لكن لا لازم تسير فوق شرات الرمح لين تغلي طول الريال بمره بمره ونص، متر متر ونص، وحتى لو مترين يكون اخير. مشى ابوي عقب خلوهن الفروع حيل كوشت وغدت فوق شرتها. شو هذه؟ الطريقه ابوي تنطبق على شو؟ على الحمضيات، على الهنباء، وين ما تبى اي شيره ما تبى، تبغى تغلي تبوش من فوق سمو بوشي، تغلي بوشيه من فوق لازم من تحت هذا يشلونه متر وتحت ينشل، هذا اللي تشوفونه متر وتحت ينشل، هذا يضعف الشيارة يضعف نموها، يضعف النمو هذا كله ينشل. بس أيوة يخلون هذا من هالمكان فوق، تغلط فوق وتغدي بخير وسهال والحمد لله رب العالمين. هاي طلبة زهر عادة، طلبة زهر الأول، هي طلبة الزهر هالنمو الأول، يطلبون ودياي غرابيات، سمعت الغرابية هاي الغرابية، يطلبون والله طلبة الزهر عنب ودياي سودة، هي دياي سودة عنب وطلبة زهر، هي نعم طلبة زهر هاي أبوي دياي الغرابية، يكون ما فيها ولا بريشة بيضة. شو السبب؟ هاي متهلعين راعية البيت تبه النمونة، راعية البيت خاطرها في حويها دياي غرابية. بنرويكم بعد شيء لون يسمونه، ها كلها غرابيات اللي تشوفونها يسمون اللون الغرابي، وشيء لون سحو كامي، سحو شامي شو
يلا زيق عقله ما يزيق عقله. مكروه صوته رب الله، فبرغم شكله جميل شرات حلم العرب، شكل جميل وزين وطيب وما حد شراته، يا غير الافعال شينه، الافعال شينه سبحان الله، كل شيء ولا شيء، فنان ورنق وعدل وغوه وشيء سبحان الله. عاد قم الحين شوف الافعال، شوف الافعال، الافعال شين. هذا الحين صوته شكله جميل، الطاقه مقطفات عيونهن يتضاربنهن ولا جميلات والله لو تشوفونهن هاك الايام، ما ادري تمن يدابغ هذا يدبغ الثاني، ما يقرن في مكان واحد، لكن ما ادري شو ياهن، ما تصافن ما تصاقلنا لكم ربع تعاون وما دلوا ما بطايعات المكان عود الحمد لله ويسدكن ويسد 100 واحد شراتك، لكن هن ما بطايعه ما شيء اتفاق، ما شيء يوم ما شيء اتفاق هنمون شرات الحين حد من العرب يسيرون ابويه يصبحون الصبح مع بعض، لكن ما تختل شوي دقيقتين هذا منهم يشيل في ربيعه حناية من الحناية. Good morning مدام، لاحظتني بلينة هني يا بوج؟ لا إله إلا الله. You wake up very early. هي قد عاد كل طالع شمس، كل طالع شمس يبو لي شهر 30 ليلة، كل طالع شمس ما عدا الخميس والجمعة ما شرب لي حناية. هذا عبارة عن شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مخبرين طارين نحن من قبل، بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الله يحفظكم عبارة عن شو؟ شو داخل هذا؟ كزبرة، هي بقدونس، هي شبت، هي جنجبيل. ومن بعد الجنجبيل؟ جنجبيل، كزبرة، بقدونس، شبت، ليمون، مورينجا، شوية جرين تي. هي. And then. الجرين تي هالب ال الشاي الأخضر النعيم له اسم، هو أنسى اسمه أنا. What's the name for that one? The green tea. The green tea. They don't have a name. It's only very small. هي هاللي يبونه من اليابان. لها اسم مختصر شيء، شاي اخضر شيء مطحون، ما بالاخضر هالعادي ومن هاك استعمله اكثر من 15 13 سنه ولله الحمد، يرفع المناعه ويسوي يخليك ما تزكم ولا تيك حمى ولا يعورك بطنك ولا شيء، لكن قبل لا قبله ولا بعده لا شيء اكل ولا شرب لمده على الاقل ربع ساعه. هي نعم لا شيء قبله ولا بعد لمده ربع ساعه والحمد لله رب العالمين. من هالكثر سنه اللي يتعاملون ويا هالشيء، لكن اللي فيهم ضغط وسكر وما ادري شو واللي عنده قرحه في البطن وهاي يمكن هذا ما يوالمهم، عقب يقولون قال لنا خالد لا يا ابوي انا ما يخصني ما يخصني ما يخصني لا والله هذا ابوي يخص الانسان اللي يعرف يعمل انه صاحي 16 يقدر كوقائي يعني وداعم يدعم الجهاز الداخلي مال الانسان يبعد عنه الزكام وال والكحة والحمى والفيروسات هاي اللي تسوي أثناء بين الموسم والثاني ظهور الشتاء ودخول القيض وظهور القيض ودخول الشتاء هاي اللي هي هذا الحمد لله رب العالمين. أكثر من 13 14 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن ما تدياني هذا الشيء ولله الحمد أموري طيب وبخير وسهالة. حافظ حافظ يا سلام يعني إن شاء الله من أندبهن رب العالمين يندب له الرزق في عافيته وصحته وعياله يا ربي. نثاتين وذكر انت ريع عد النثايا الباجيات بعدهن ما هينا ان شاء الله انهن بينا نثاتين وذكر بخير وسهاده ورقم واحد بيبيس عندهن ونحش لهم من طرف البيت مكان عود عينات من الله خير كخرب الله قايل اللي ينخل مكان هن خال ما نخله حط له من خل أنا ينخل مكان هن الغزلان لحقناهن هايير الله يحفظكم وقفنا عنهن الماء الأول هو مازم يعطين كل يوم يسمد عليهن وكل من نقضن تاج جديد ظهر لهن كل من ظهر تاج جديد يبس كل من ظهر تاج جديد يبس وحين الحمد لله رب العالمين من وقف الماء عنهن الحمد لله اللهم لك الحمد تدن يضربين خير وسهاله.
الحمد لله. ما يا ابو شامبي على اساس ان يبيني مزارع رقم واحد مزارع، يعرف للنخل ويعرف للحمضيات وللورود، ينسق الحدائق ويسوي الدنيا كلها. انزين اليوم الاول اشوف كل شيء ابوي شو هذا، قال انا ما عرفت هذا، علمنا الاول الثاني. انت تقول ابوي تعرف كل خدمه، تعرف كل شيء، ظهرت لنا ادوي، ما تعرف كيري من بيري، ما تعرف شرقك من غربك، ما تعرف كوعك من بوعك، لا اله الا الله. والاخير كان انا اعرف، انا انت تقول ما اعرف، انا شوي ظهر ابوي كان يشتغل عند ناس في عزبه، وما يعرف ابوي كدونه مكدت ليهد من يصبح لين يمسي تحت ابويه البيشان والهوش في الحلال، يخم ويلقط وشو بقولكم، شغلة طويلة عريضة. وحين ابوي علمنا من يدو يديد، ها ها روح كتشن حاضرين بعد اليوم رد كلر ما شاء الله. لا بد ولا عذر من الويمية، قطرتين ثلاث قطرون في على البيت لجل تشوف كان في سحكة ولا شيء، سبحان الله. هذا أقول لكم الصوت اللي أنا أحبه. مشاوى ظني شو بتحط الحين على هذا القرص حبيب؟ بيت أول بعد جبن بعد مشاوى ودهن. إيه. هذا النوع الأولي اللي بيخدمه اللي هو مكس كامل، يعني مكس كامل بيسوي بيض ومشاوى وجبن ودهنة. والله نحن ابوي ما يوزلنا الخدمة بلي قفاز، زين يوم بيجيكم شيء من عندنا رد ابوي، نحن ابوي خدمتنا بلي قفاز، واللي بيجيكم بلي قفاز لا تاكلوا ردوه، نحن ابوي عيبنا الشيء بلي قفاز. انا اتخبر اقول له ليش ما ركبت الجبن سير، قال لا لازم يحف البيض، من يحف البيض وتتقشش اطراف يقش اطراف القرص حطوا ابوي الجبن، ما بمال هوي هوي لا ما يغدي القرص لين، هذاك اللي في الدكاكين يخدمون حق السائر والياوي حق اللي ما يعرفون خدمونهم هنمون وكل شيء يوزلهم، كل شيء يوزل. نحن لا لازم القرص حاف وناضي وحمر، ويهه وبطنه، بطنه وظهره يكون حمار رقم واحد. انا الشوحين على طول حطوا ابوي المشاوى، ولازم ابوي ترى المشاوى بخوصه، ايه مني والطريج لازم نحط المشاوى بخوصة والدهن نفس الشيء. شو حينه قش روح القرص، ذهب القرص على ما تشوفون. ابوي هدا اخوانه هذا الحين كله نوع واحد زين، يوم بيستوي هذاك هذاك ترى نفس الشيء، لكن هذاك شيء منه، هذا الحين يحطون فيه ثلاث نمونات مشاوى ودهنه وجبن وبيض، اربع نمونات. والحين بيحط بعد نمونه من غير اللي فيها بس مشاوى ودهن، وخلاف بيحط ابوي بس ابوي بيض وجبن بلية مشاوى ودهنه بلية مشاوى، للي ما يبون مشاوى بتسوي انت واحد نمونه بدون مشاوى، ها صح؟ ثانك يو حفيظ. ولا انت ري القرص هذا بعد جالس يشاورني ليش ما تصور هذاك اللي روحه المشاوى روحه، لا نفس الشيء، هذا فيه اربع مكونات ونوع ثاني فيه مكونتين ونوع واحد فيه مكونه وحده، كأنه
نسيت عاد. المهم مثل ما قلت قلنا لكم على هالمنوال لين يصير يخلص. يلا شكرا يا حفيظ. حفيظ سوي لي انا واحد خبز. قرصي انا حط له شويه بيض زياده. اوكي. وحط له مشاوي زياده. دهينه شويه بعد زياده. وجبن زياده. ثانك يو. شيء حد من العرب اللي ما غير بعد يحطوا زعتر يحطوا ما ادري شو اشياء وايده. لكن يعني الاصلي هو الاصلي هذا الاول. مشاوى والدهن هذا الاصلي المتعارف عليه. مشاوى والدهن ما شيء غير المشاوى والدهن. عقبات يعني الانسان اللي عنده في البيت تمام اطراف بيتهم ديات وهذا حطوا لهم ابويه القرص على القرصه عقوا بيضه واحده. ساعات البيضه واحده يسبونها بين قرصين. الاول ما بكل حد ترى عنده بيض. اي والله شيء بيض لكن يعني فهمه ما بكل حد عنده بيض انه يعني الدياي يقطعن. البيت الفلاني عنده دياي والبيت الفلاني عنده دياي كل حد عنده دياي يا غير يقطع الدياي يقطع يعني ماي بيض ماي بيض الدياي تقطع تغدي قاطع يعني مدة أسبوعين عشرة أيام تي مع البيضة في بطنها عقب تجلس تخرط البيضة مرة واحدة كل يوم بيضة كل يوم بيضة كل يوم بيضة لين يوجف البيض اللي فيها. هي نرد نخبركم عن السحو الكامل. قلنا لكم نحن نسيت السالفة كملت ما كملت الله أعلم. السحو الكامل الدياي الرقطة اللي ريشة بيضة وريشة سودة ريشة بيضة وريشة سودة هاي يسمونها دياي السحو الكامل. والثاني اللي قلنا لكم السودة يسمونها هي الغرابية. قلنا لكم طلبة زار وطلبة هل بالزيارين بعد يطلبون شان تبون الصدق هاي اللي فيه إن سحو كامي هي شو تحرون انت. هذا نسر هذا يودر الدنيا كم من يشوفني غار علي ها يطير في وجهي تكره الله تلوي رب الله نسر من يشوفني سرت هناك عندهم بطالعهن غار علي هو أخوه ان ديتشو هالخلا ملاته ها شوف يربع وين ها شوف وين ما سير يعف جويهي يربع لي علويه كل قرحة جاي ادورهن كلهن غرابيات كلهن غرابيات هذي هنا شي اقول لكم سحو كامي ما ادري بهم وين هذا خاري 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 هالخلا يا الاظهر الخاري فرن ظهر الخاري الناس تظهر تتمشى اظهري والله يغرب العدوت ها شوفي هاي يقولون عنها حب حب لكن هاي ما بحب حب كامل هاي هاف حب حب هاف حب حب يعني نص حب حب شيء منها هاي حب حب كامل حب حب كامل ومصروله شوفوها هذه ما شاء الله عليها لونها صفردي هاي من الالوان صفرديه جميله هاي يسمون حب حب كامل في الارض حليلها حليلها رب الله يلا 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 يا ربي البسم اكثر حليلها اقول لكم انا دوما انسى اسمه الشاهي هاي الخضر يسمونه ماتشا ماتشا ما الف تا شين الف ماتشا ماتشا جرين تي هي من اليابان يبون من دول شرق آسيا يعني وايد زين فوائد الدنيا كلها فيه يحطون شويون عادة كبر راس الكبريت مرتين لو ثلاث واستعمله بطريقة يومية الحمد لله وايد زين نافعني ونافع الله هذه الأغنية لمحبيني في البحرين الكويت أنا خلي زعل يا من يجيبه دلالة على المحب والله عجيبة هي والله هم الأغاني القديمة الأولية اللي أعشقها وأموت فيها من أول ما استويت هالأغاني القديمة أنا خلي زعل يا من يجيبه دلالة على المحب والله عجيبة سلب قلبي وزود لي لهيبة شو بقولكم مصيبة قرب الله تهالقلب اللي لعب في العرب كله ما أسمعك اسمك تتهندق خير ان شاء الله
هو يخوف؟ شو يقول؟ شو ليه منو تأخر؟ أنت. أنا تأخرت؟ إيه؟ متى تأخرت؟ ها شو أخبار التليفون صلاح؟ إيه؟ شو بخير؟ شو في؟ شو ما في؟ شو ما بيعزل؟ ما ماشي. شو بوتيم؟ إيه؟ لا شيء حبيبي. لا لا دروس. دروس؟ فلوس. فلوس؟ إيه. بوتيم بفلوس؟ أيوة. والله؟ إيه. تحر عطينكم يا ما ببلاش؟ وين الفلوس؟ خذلاس ما في نت. مش سمعت. ليت إنترنت صراحة ما عندك؟ في الحين نروح مول الساعة 10 إفطار. شو يعني؟ شو المشكلة؟ فلوس أبوي في البوك أظهر لي في البوك. ليه في البوك هذا حق متى؟ ليه في البوك؟ ليه في البوك لين متى؟ ما ريد. ها؟ كارت. فلوس اللي في هذا حق دبي. ايه. اللي في البوك. ايه. واللي في الكارت. دبي بابا دبي. كل شيء حق دبي. ايه بابا. وابو ظبي. سيسر. زين. شو يعني؟ بابا دبي. سحر. خمسة سحر خبر. سحر. واحد شهر روح هناك الناس. بتجلسون شهر؟ ايه. شهر كامل في دبي؟ شهر. ان شاء الله ما عندي مشكلة حبيبي. الخير خيرك والشر لغيرك. من كيسك ابوي فلوس عندك. اه فلوس اه فلوس ابوي ما تنقز الا السمين. من بيا مير. ما يبى يسكن بيت قوم مريم يبى. ما في روح بيت بس في سبعة. ها؟ خدية؟ بس عند خدية بثامل. ايه. في ند الشبع. وبسلم عليها. غدا في الشارجة. بيت قوم خالد وعبد العزيز الله يحفظه. عارف صلاح شو يا كحيل شو شو يسوون دبي شو يسوون مال خشن لا 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 بس شوف صلاح وانت ظاهر من بضبي بيسوي لك الفحص زين وبتسير دبي يوم بتوصل دبي بيوصل توصلك النتيجه من عقب ما توصلك النتيجة عندك أبوي 48 ساعة 24 ساعة يعني 48 أبوي ما أتذكر أنا نسيت تراني وقت الكورونا أبوي كلنا في البيات الشتوي كنت إيه والله لا شفت أبوي لا لحقت وياكم عرطب ولا على الهنبة ولا على اللومي هذا أبوي مر لكن الحمد لله حين جاء وقت الغرس وقت إن شاء الله الزراعة الجديدة بنكون وياكم بتبادل المعلومات والأخبار كان علي جدا لا حول ولا قوة زين صلاح شو حينه شو زين حب تصير دبي لو شارجة عليكم السلام هذا موجود ابو ارباب مينون منو مينون بخشيش مالنا ارباب سلام ما شاء الله يشتري موبايل جديد صلاح 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 انت الحين اخذت موبايل جديد ولا لا يوم ياخذون الموبايل الجديد يجسمون بيزات ما سمعت هالسوريين كل شوكولاته وطعمينه؟ ايه وما شاء الله كل شوكولاته وطعمينه اليوم بتجيب بوك داخل سياره بوك فيه موجود البوك علي شوف موجود داخل ها؟ شو؟ اليوم يجيب بوك داخل سياره شو صلاح شو سويت له؟ ها صلاح شو به؟ ذبيحه تذبح له خروفه؟ بتذبحه هو؟ اثنين بوك موجود بابا واحد بوك فيه خرده وواحد بوك فيه سبيشال مشروع بعد مينون انت شو صلاح قول ذبيحه الا بنروح بارس بعيد بعيد ما سياره سر ابوي السياره يجيب البوك مال صلاح وخلي يجسم علينا بيزات كلنا لا لا انا سكورتي مال صلاح ليش؟ مال حق الكوفي الاف ودبي كل شيء دبي انت ما ذابحنك الا دبي وانت جات تنك دبي يا ربي هل عرفت ابوي خلي لي التليفون ها صلاح هذا رجال من الكويت يسلم عليك ها هذا صلاح يرمس قول الو عرس صلاح هذا بس يلا اخبار عساك بخير قول سالك من الكويت يكلمك سلام هاي الو مبروك على التليفون مبروك عافيه مبروك زين بس شوف وين الرقم هذا جاي ها صلاح اقول لك هذا التليفون ها شوف هذا من وين هذا من الكويت جاي منك تعافي تعال ها ها هلا بك ها صلاح يسمعك صلاح يا صلاح مبروك على التليفون
عافية عافية. سمعت صلاح يقول لك مبروك على التليفون يا صلاح. جزاك الله عافية. انزين قول لي بعد الله الله يبارك فيك. عبد الزيم بابا الزيم. صلاح لا تعب فيهم بخشيش لا تعب فيهم. مشكور يا ابو محمد مشكور على التليفون صلاح بعد. صلاح ليش هالحركات بعد؟ صلاح ترى ميداني يرمس وايد. يتحرى رمس البيزات. صراحة من الكويت يبارك في التليفون. شوف يقول لك التليفون الأولي يباه تعرف ما تباه. جديد أبو باه. لا اللي قبل وينه؟ زعم. هي صار يبيعون أبويا. لا لا ما بياخذ هذاك المجرب. قالوا بيسمونه بيحطون جيمته. أيوة هذا المشخص ترى أنا 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 هذا الزين هالفنان أنا. إيه حافظ إيه حافظ يا أبو محمد. ما شاء الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. هنا الساعة 12 نص النهار. هذا طالت عماركم يوم يقول لك شيء التول. وين بتقطع شيء التول؟ الشيء الفنان اللي يجي متكامل والعرب تعاني له من آخر الدنيا. وين يكون موجود؟ في آخر الدنيا. آخر دلك رحينا نحن هذا الشيء اللي ابتدينا فيه من كم من سنة وجهز ما شاء الله بكامل حلته. في وين موجود؟ موجود في مدينة محمد بن زايد. عبارة عن مجمع طبي. مجمع طبي ما بمستشفى بارجيل فقط. أنا مسمينه هو قصر وهو مستشفى وهو أكاديمية وهو مجمع. مدينة متكاملة تعني لها العالم كلها لين آخر الدنيا. يقضون 20 ساعة 21 ساعة في الطرق كلها لأجل يسيرون للعلاج في المستشفيات الأمريكية ضد عن الأمراض السرطانية. كلكم تعرفون ومصور لكم لو تردون على اليوتيوب العام وعام الأول ولي قبله يا ما زرت مستشفيات ام دي أندرسون في ولاية هيوستن ويلس بدال الشهر والشهرين الشهور مرة إلى 3 شهور ومرة شهرين ومرة 4 شهور ومرة 15 يوم وآخر مرة أسبوعين تقريبا أو 10 أيام. وقمت بزيارة الأغلب المرضى على حياة أختي حصة الخالدي المهندسة حصة الخالدي الله يغفر لها إن شاء الله ويغفر لجميع المسلمين والمسلمات يا ربي. فلذلك عند ملم جميع المعاناة اللي كانت العالم كلها تعانيها. ترى مرضى السرطان أكثر شيء يعانون فيه الغربة. أكثر ما يعانون منه الغربة. الغربة لأن المريض وياه مرافق. اللي يمرض منه المرافق. مرافقة المريض روحتي بالمرض. فلذلك المريض يوم بيكون في دولته وفي بلاده ونفس العداج ونفس الدخاتر وأخير عنه وبين أهله وبين أهله وناس وما بالك دكاترة مواطنين. وين متخرجين وين دارسين وين وشو عالجوا عالجوا حتى الأمريكان في بلادهم وهم من بلادنا وعالجوا الأمريكان في بلادهم وهم من بلادنا. حبلا الأمريكي يجي الإماراتي عالج حتى الإماراتي وصلنا إلى هالمرحلة. فلذلك بلادنا بلاد تول. يوم أقولكم تول أقصد بكل ما تعني الكلمة من معنى تول يعني تول. المفاجأة من العيار التقيل على ما قالوا. فالمفاجأة كبيرة. صرح عظيم مجمع طبي من أكبر ما يكون. هذا خاص لأهالي دولة الإمارات. خاص لهالشعب الطيب الفنان اللي ما شي شراته حد في الدنيا العودة. معهد بارجيل للأورام. VBS المدينة الطبية بارجيل. هل تشوفونه؟
شو بقول لكم؟ لا هو لا لا انك تقدر تقول الحين هذا هو مستشفى عادي، هذا نوع من انواع شو بقول لكم؟ الوصف يعجز عنه. من تدخل يا ابوك حتى لو فيك 200 عله بتخوز، هذا يعتبر شرط عباره عن قصر مستشفى، او مستشفى قصر بارجين، مفروض يسمى مستشفى قصر بارجين على ما تشوفون. واكيد الكادر الطبي نحن اللي جايين على سبه جايين بوي لجل شيء معين نخبركم عنه، وبتعرفون وروحه بيعرف عن عمره. شيء فخر لدولة الإمارات، شيء فخر لدولة الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. ييتي طالت عماركم اليوم مخصوص لأعرفكم الدكتور حميد بن حرمل الشامسي. حميد بن حرمل الشامسي الله يحفظكم مدير مركز الأمراض والسرطان ورئيس جمعية الأمراض السرطانية في دولة الإمارات، واستشاري الأورام والسرطان، عنده البورد الأمريكي والكندي في أمراض السرطان. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ مرحبا محمد، بسلوم على الزمان. الله يسلمك يحفظك يبارك فيك. شرفتنا. بن حرمل الله يخليك، نتنيل اسم المكان مختصر نسولف ونرمس، نعرف العرب منو الدكتور بن حرمل. تفضل مرحبا بك. مثل ما قلنا لكم عادة نحن يوم نسمع بروفيسور ولا عالم ولا شياتي تلقط مستر ما ادري منو ما ادري منو ما ادري منو، لكن المرة هاي الله يحفظكم هذا نحن بروفيسورنا. بروفيسور مشارك في أندي أندرسون، الدكتور البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي في هيوستن جامعة تكساس. دكتور حميد بن حرمل، شو اللي يميز، مرحبا بك، شو اللي يميز مستشفانا هذا اللي نحن فيه عن أي مستشفى في العالم؟ شو الفرق بين أندي أندرسون عن هني؟ أنت كنت موجود في تكساس مدة طويلة. اي نعم. شو اللي يفرق؟ اللي يفرق محمد القيادة وطنية 100% في هذا المعهد، اسمه معهد برجيل الأورام، والقيادة وطنية، وما في حد هم على البلاد، عيال البلاد أهم من ولد البلاد. أكيد بروفيسور، أنا اللي أعرفه أنك أنت لك اختراعات ولك شهادات ولك أشياء وايدة. باختصار نحن حاليا في إمارة أبوظبي في دولة الخير في دار زايد. إنزين، شو الشيء اللي موجود هناك وما موجود عندنا، أو أنتوا أضفتوا على اللي عندنا على أساس نكون أخير عنهم؟ نعم، أول شيء أبو محمد، الهدف من تأسيس هذا المركز أن نقدم أفضل علاج لمرضى السرطان داخل الدولة بمعايير عالمية، بخبرات مواطنة وتقنيات جدا عالية. ومرة ثانية، المركز هذا ما في مركز مثله في أبوظبي لسبب واحد، لأن جميع المعدات والتقنيات وأيضاً الخبرات، عندنا خبرات من أندي أندرسون، من كليفلاند، من موريس سلومان كاثرينك نيويورك، فالخبرات هذه أهم أيضاً من المعدات. فالخبرات الموجودة والمعدات الموجودة جداً مهمة. خبراتنا متراكمة كفريق كامل، توقع كم سنة أنت؟ اجمعهم مع بعض خبراتنا. طبيعي دكتور حميد، أنا ما أعرف كيف بعرف يعني. زين، احنا فريقنا المتكامل اللي فيه جميع الخبرات الحمد لله 230 سنة كاملة، إذا جمعنا الخبرات كاملة تطلع 230 سنة خبرة في الولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات، وهذه الخبرة ما في مثلها في دولة الإمارات. دكتور 230 سنة، منو عاش 230 سنة؟ طبعا محمد، هذا المفهوم غريب على الناس انكم ما يفهمونه، ولكن احنا كأطباء، لما انا خبرت 10 سنوات في مجال اورام السرطان، زميلي عنده خبره 30 سنه، الثاني عمره 15 سنه، عنده خبره 15 سنه، لو جمعنا هالخبرات كلها مع بعض تطلع 230 سنه متكامله من خبرات العلاج مرضى السرطان. وهذا طبعا جدا مهم، علاج مرضى السرطان الاختصاص والخبره جدا مهمه عشان تبدا تعالج المريض بطريقه مناسبه. الكوادر اللي عندكم وين؟ الكوادر اللي عندنا من ام دي اندرسون، من كليفلاند كلينك، من موريس سلوان كاترينج. هذه الخبرات، ايضا حتى مسؤوله التمريض هي عباره عن عندها شهاده دكتوراه، وايضا هي من مركز الاورام في امريكا. فالخبرات اللي احنا عندنا خبرات جدا عاليه، وخبرات تم اختيارها بعنايه للتاكد من ان الفريق يكون عنده القدره على التعامل مع جميع الحالات الصعبه والمستعصيه في مجال السرطان. الدكتور بن حرمل. دكتور حميد،
المكان اللي نحن فيه هذا، هل هو في مقارنة بينه وبين المراكز اللي في هيوستن مثلا؟ في مقارنة من حيث الحجم، من حيث الدكاترة، من حيث الرعاية الصحية؟ نعم. شو المقارنة؟ طبعا أول شيء حجم المستشفى هذا جدا ضخم، 400 سرير. بس أباك تروي الناس من هنا المنظر ويشوفون أربع أبراج، كل برج يستوعب أكثر من 100 مريض. طبعا حجم المستشفى جدا كبير، والمعدات اللي فيه جدا متقدمة، وأيضا الخبرات اللي فيه جدا مهمة، ونتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله بعد دقائق. محمد نسير من فوق نشوف حجم المستشفى. يلا توكل على الله. يلا. شيء يعني منظور بنسير إن شاء الله مكان خاص، توكل على الله. الله يحفظك إن شاء الله. حميد، هذا الطريق وين بيودينا الحين؟ يودينا هليكوبتر، بنشوف إن شاء الله بإذن الله المدينة الطبية من فوق عشان الناس تستوعب حجم المكان هذا. تفضل. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى اللياقة. اللياقة موجودة 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 عليك. الحين وين الحين؟ فوق القبة هايك اللي كنا تحتها؟ فوق القبة بس مكان قريب على القبة، القبة هناك. هذا هنا أحد الأبراج. هايك القبة اللي كنا هناك تحتها؟ في النص. في النص. هاي النصيفة. بشوفها الحين إن شاء الله. من فوق ها؟ بشوف من فوق إن شاء الله، وهذا بس محطة الهليكوبتر. السلام عليكم. وعليكم السلام، هاو يو؟ الحمد لله. هي تعال فيها فلون دايرين على الهند. شو طاير وياهنا في العين؟ حاطين مخايطين ابوي فوقي بالحفيد كله، يا رب الله تك ما عرفتك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، هاي كابتن، كيف حالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ما شاء الله التباعد حتى في الهليكوبتر. لازم لازم مطلوب. دكتور الحين نحن سيرتنا فوق مخصوص فقط لنعرف الناس بحجم المستشفى. نعم. علمناهم بحجم الغرف. نعم. هو حجم وعددها. نعم. والكوادر الموجودة. طبعا ابو محمد الحجم انا ما بسميه مستشفى، بسميه مدينة. نعم. مدينة برجيل الطبية، اكثر من 400 سرير، اكثر من 80 طبيب و100 ممرضة، وهذول كلهم جاهزين لبدء العمل. وأخبركم إن شاء الله في نهاية الفيديو عن تاريخ بداية العمل في المستشفى إن شاء الله. متى دكتور؟ أخبركم آخر شيء إن شاء الله في النهاية. تشويق، خلنا تشويق شوي. نعم. هيري ونص. الاربع الابراج روح عند 400 غرفه.
هذا طيب المرضى اللي الشعب هالنمو نبيه الحمد
لله رب العالمين. فضل الله سبحانه وتعالى، الله يطول بعمر الحكومة ويطول بعمر قادتنا ويحفظ إن شاء الله عيالنا وعيالكم وعيال أمة محمد أجمعين يا رب. وصل الحين قطر الجولة اللي هي منفوق. Thank you pilot, thank you captain, thank you everybody, thank you for everybody. دكتور محمد، نعم شو رايك؟ شو بقول لك، حجم مهول والله ما اجامل، اقول لك قسم بالله من قبل سنتين ثلاث وهم ينشئون المشروع، انا هذا بيتي ها قدامك، ما عزلت عندك بعد عنب تتوك ياي حمومات توك ياي اصبر ابخ ترى كل سمك ما طعم لحم ضيفاني اقول لك الله يطول عمرك. دكتور مستحيل يوم من ايام الله كنت اتوقع ان هذا الشيء بيكون موجود، مستحيل يعني لا ولا في الحلم انك تلقط في منطقه جديده مثل هي مدينه محمد بن زايد يوجد هالصرح العظيم اللي هي مدينه طبيه كامله متكامله واختصاصها شو الاورام السرطانيه وبقياده اماراتيه. وانا بشرك محمد مقطع كلامك ان باذن الله ان شاء الله احنا قول وفعل ان شاء الله، وهذا المكان ان شاء الله بيكون ان شاء الله مرجع للعلاج السرطان مو بس في الامارات ولكن على مستوى الخليج والشرق الاوسط باذن الله على مستوى عالمي. دكتور حميد حينه متى الافتتاح؟ هل حين انتم جاهزين؟ حد ييكم؟ نحن جاهزين ومو بجاهزين، عشان نكون صريح معاك جاهزين، ولكن انا كمدير مركز هذا ما ارضى اني افتح الا اكون 100% مستعد لجميع المرضى، ولكن اي مريض يحتاج متابعه عند استفسار نحن حاضرين موجودين يوميا ان شاء الله، ونشوف اي مريض ان شاء الله. شيء رقم تليفون شيء كذا موجود، كل شيء موجود نعطيك اياه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وهذا الحين شو دكتور الحين الله يسلمك احنا دخلنا المستشفى ونبراويك الحين الغرف داخل المستشفى، هذه غرفه تعتبر غرفه عاديه اللي هي ستاندر العاديه. هذا المدخل الحين دكتور، هاي غرفه حينه، هاي غرفه عاديه داخل عنبر، داخل عنبر ايوه هذا العنبر ها اللي تشوفونها، هذا احد العنابر، هذا المدخل، هاي غرفة ستاندرد دكتور ها؟ نعم تفضل. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، هاي غرفة مريض عادية ولكن جميل فيها تمت العناية بجميع التفاصيل، المريض يبغى يرتاح نعم، ولكن ايضا يبغون اهله يرتاحون. تفضل هاي الغرفة اللي قدامنا خلينا نشوف، يعني هاي غرفة المريض روحه اي نعم يرتاح فيها المريض. تفضل هنا زين فضلك. الغرفة هذه ولا بالصالة وهي مطبخ صغير، يدرون يجلسون هنا جماعة أهل المريض خصوصية كاملة، ونفس الوقت ما يطلب المريض يجلسون طول الوقت بالغرفة، فخصوصية وراحة المريض هم أخذها بالاعتبار. هل في وقت معين للزيارة بيكون؟ هذا بيتم تحديد إن شاء الله بإذن الله. إيه لكن هذا مطبخ تحضيري. إيه نعم. والله يعزكم دورة مياه للضيوف اللي هو افتح هذا بيخليه. نعم. ما هيك عن دورة المياه اللي خاصة للمريض؟ لو كان روحه عن حجرة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه أقولكم بلادنا كل دكتور أنا أقول إماراتنا الحبيبة كل شيء يسوى فيها تول، وبالأخص بوظبي كل شيء تول كله قو القوي هله القوي هله بفضل من رب العالمين قائدنا الرشيد الحمد لله الحمد لله. هذا افضل ابسط شيء يسويه ان نقدم خدمه مميزه للمرضى مرتاحين في بلادهم، لا غربه ولا سيره ولا بهدله، وباذن الله ان شاء الله يكون حسن الظن. شكرا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. دكتور اخر طلب، هذا الشوه اللي انا اشوفه هذا الله يسلمك عباره عن شيء يسمونه معلقه، عباره عن جهاز رسم على الرمل، جهاز خاص واكبر جهاز في العالم، وما في في جهاز مثله في العالم، وفي حقوق حصريه لبرجيل الطبيه انه يكون الجهاز الوحيد من 10 سنوات ان شاء الله. وهذا الجهاز عباره عن جهاز عشان يعطي بعض الطابع الجميل للمكان وايضا للمرضى باذن الله. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. دكتور قبل ما نغادر شو رسالتك؟ رسالتي لأهل البلاد أن بإذن الله مستشفى علاج السرطان كامل موجود في البلاد، وثاني شيء موعد الافتتاح إن شاء الله بيكون يوم خاص عيد الاتحاد 2 ديسمبر إن شاء الله، موعدنا هنا إن شاء الله في مدينة محمد بن زايد افتتاح معهد برجيل الأورام. ومحمد عندي دعوة خاصة، أباك تكون سفير معهد برجيل الأورام تدعمنا وتدعم هذا النشاط وخدمة للبلاد إن شاء الله. من عيوني من عيوني فخر، أنتوا أهلنا وأنتوا اللي فخر، انتم نحن نفتخر بكم ككادر اماراتي ما شاء الله وصل الى في العلم الى مراكز بروفيسور
في الاورام السرطانيه هاي روحها نعمي بها الحمد لله. فضل من الله وفضل من البلاد، جزاهم الله خير عزيزنا ما قصروا ويانا 20 سنه ما قصروا ويانا، جزاكم الله خير واحنا ان شاء الله باذن الله بياض الوي. شكرا شكرا. الله يحفظك يا اخوي. والله يا ابوك من الفنان وزين وما حد شراتي في الدنيا العود ها. ليه تيابك شراتك 75 يا ابو محمد؟ ليه تيابت بنت سعيدي على هالجنه؟ ليه تيابت عوشه؟ ليه تيابت عوشه 75 شراتك؟ يا مال الجنه البارده يا بنت سعيد، يا مال الجنه. سلام عليكم، هذا ابوي حياتنا بعد هالهديه. هاي فواله عباره عن سله فواكه مما تشتهي النفس وتتمنى. لا تم ابوي خضر ولا حمر ولا كل شيء. وها شوف الله عليكم سله فواكه وطيور وعصافير وكل شيء. ها يا مرحبا عد ما هب عد ما صب المطر، يا مرحبا عد ما صب المطر. كم هذا الحين بخبركم زين. هاي الوادي اللي انطحينا من هالش اسمه سلة مميزة وجميلة من الورود والعصافير والطيور طالشينها أبوي العرب. هاي خبرنا شفتوا الكتيبة هذه مكتوبة وهاي العرب اللي انطحينها. تعال شيء يعني غير هاي لها. شكرا جزيلا على هالشيء المميز الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصبح شو كان هني؟ ها كله كان موجود كله جلعناه. هبجلعنا طرطر كمل ما يقارب 13 سنة وعمره الافتراضي 10 بس فوق حقه فوق العشر سنين كمل. وحين طالت أعماركم ركبنا يبنى شركة قلنا لهم بوي عقوا الأولي هذا اللي تشوفونه ركبوا هذا الواتر بروف اللي ما يصب الممن يعني. ايوة قيلت هكذا الفنان وارتحت وعينت من الله خير الحمد لله رب العالمين. ارتحت شويونة ارتحت لكن ما رقت حاجه رقدة الفنان اللي ما شرعت رقدة. وسلام وتحية خاصة من دولة الإمارات من ضبي دار الضبي من العاصمة الحبيبة عاصمة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية الدمام مدينة عنج ديرة بني خالد بلاد بني خالد إلى أم محمد عمة أم عيالي إلى أم محمد عمة أم عيالي الله يحفظها ويبارك فيها يطرح البركة في عيالها وعيال عيال عيالها يا ربي ويحفظها أم محمد. تحية خاصة من أبو ظبي لين عنج لين عنج مسقط راس بني خالد كلهم. ربي عادنا شو تريحين تريدنا المغرب ومن يدنا المغرب إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله بصلي وبسير النادي كالعادة. وهذا برنامجي اليومي كل يوم مجهود وكمام هاي روح مصيبة مجهود وكمام. لكن هذا شيء لا بد منه شيء لا بد ولا عذر منه وايد ضروري يعني. اللي فنان في هالجم ملتزمين شوف التعقيمات عزرائيين وحنت الزمان يا ربي يا ربي يا اخي شغله شغله للي فوق ولا احنا ما رو ما صور هني كلهم اللي وادم هني كلهم كان كله ما شاء الله كلهم يعني ما رو ما صورهم يعني اغلبيتهم كلهم ما حد يبي تصوير فوق اللي فوق انا الحين اصور كم حد يقول لي فاتن علي ولا شيء هذا المرأة اني مستمتع لله الحمد بالتمرين واحس بحيويه ونشاط يعني اللهم لك الحمد شيء وايد زين للإنسان تعبل بعمره من دامك الحين هلت انك ريولك ضروري انك انت تهتم في نفسك. ها كابتن ها ايش عندك ها ما اسمعك كابتن لازم نكمل تمرين جاي يصور شوي دقيقه كابتن ما في وقت يلا خمس دقائق معروف لا وين ان شاء الله حاضرين حاضرين. وقف الكلاس ها طيب نظفون كل المعدات بين كل كلاس وكلاس كل من خلص كلاس خمموا ونظفوا وخلصوا وكل شيء ووقفوا عن التمرين لمدة ساعة أو ربع ساعة أو ما أدري كم عادة وبخون هذا كله ما أدري على شو هذا يحطونه ما أدري شو هذا شراته تحلون بالدخان الأوليين شراته ها وينظفون البقعة كلها ويردون الحين يبتدون الكلاس اللي جاي. شوف
الله عليكم. قو العفاريت كله فيها هالمهدي. ها والله تحرى رجل آلي. والله يقولكم قو العفاريت فيها. ها ايوه ايوه ما شاء الله عليك كابتن، ما شاء الله عليك. هذا خلاص صحيح 90% من العالم كلهم ساروا، عزمت الا روحي. فمن بعد التمرين اسوي كارديو الحين، كملت 15 دقيقة باجيات بعد 15 اكمل نص ساعة وخلاف اسير عاد وين ابى. اي والله على هالحال كل يوم كل يوم كل يوم. أنا مشكلتي السراب الأكل، والله لو أخاف من الأكل لغدي واحد غير نمو لفنان، لكن سبحان الله الأكل أعشق شيء اسمه أكل.